ان اخر حاجه وقفنا عندها عطل التكييف وتكييف السياره. فالمفروض النهارده نبتدي نتكلم عن الثلاجه. النو فروست، فروست يعني تلج، نو فروست يعني لا تلج، يعني ثلاجه ما بتكونش تلج. فالثلاجه النو فروست فيها مميزات اكتر من الثلاجه البابين، وسعرها بالتالي اغلى من الثلاجه البابين، وعشان فيها مميزات اكتر. فاول نقطه عايزين نتكلم فيها هي مميزات النو فروست عن الثلاجه البابين. في كذا ميزه في النو فروست، اولهم ان هي ما بتكونش تلج، وده السبب ان هم سموها نو فروست. فعايزين قبل ما نكمل المميزات نعرف الاول ايه ميزه عدم تكون تلج وازاي ما بيكونش تلج. الاول ايه ميزه عدم تكون تلج؟ يعني دي حاجه تبسط العميل في ايه؟ يعني في سهوله استخدام الثلاجه. طبعا لو حطيت كيسين لحوم فوق بعض شهرين حتى، تيجي تفكهم تشيلهم تلاقيهم مش ماسكين في بعض، محجرين يعني مجمدين بس مش ماسكين في بعض، لان مفيش اي طبقه تلج خارجيه، مش كده؟ زائد كمان العميل مش محتاج يقعد يفصل ويسيح وكلام من ده، فحاجه اسهل للعميل. طب ازاي التلج النو فروست ما بيكونش تلج؟ لان فكره النو فروست فكره التلاجه التكييف، ان المبخر بمروحه. اي تلاجه المبخر مواسيره ملفوفه على القميص بتاع الفريزر، المواسير بتعمل تلج، يبقى الفريزر كله عامل تلج. انما هنا اهو المبخر بمواسير، ماشي؟ المبخر مروحة، آسف، المبخر مروحة. فبالتالي البرودة بتتنقل بالحمل، بيسموه الهواء بيحمل البرودة للمأكولات. فالفكرة هنا إن تلج النو فروست في الحقيقة يعني لازم تعمل تلج غصب عني وبمزاجي، يعني لازم تعمل تلج طبعا. بس الرطوبة اللي في الهواء اللي هتعمل تلج، هتعمل تلج فين؟ هتعمل تلج على المواسير، ماشي؟ انما الهواء اللي داخل على المأكولات هواء تجميده عالي، تجميده عالي ويجمد اللحوم ويحول الميه لتلج، بس ما فيهوش اي رطوبه، خلاص الرطوبه كلها اتحولت لتلج على المواسير، مش كده؟ يعني الحقيقه لما احنا بنقول التلج النو فروست ما بتعملش تلج، احنا بنتكلم على العميل. خلي بالك النقطه دي، انت بتكلم العميل، بالنسبه للعميل ما بيشوفش اي تلج. لا، احنا عارفين التلج النو فروست بتعمل تلج وتلج كتير كمان، بس التلج على المبخر اللي هو ورا اللي هو العميل مش شايفه، وبالنسبه للمأكولات والعميل ما فيش تلج، تمام؟ تاني ميزه في النو فروست ان هي التلاجه الوحيده اللي بيتم اذابه التلج فيها بطريقه اوتوماتيكيه. يعني ايه؟ يعني في سخانات وفي تايمر هنتكلم بعد شويه، كل فتره التلج بيسيح من غير ما العميل لا يشيل الفيشه، لا يدوس على الزرار، ولا ليه دعوه، مع نفسها كده كل فتره بتسيح التلج اوتوماتيكيا. الميزه الثالثه في التلاجه النو فروست ان هي التلاجه الوحيده اللي ممكن تتحكم في بروده الكابينه بتاعتها. يعني هنشوف بعد شويه انك ممكن تعلي بروده الفريزر وتقلل بروده الكابينه. مفيش تلاجه فيها الامكانيات دي، لو خدت بالك اي تلاجه باب واحد او بابين، يا تعلي الاثنين يا تقلل الاثنين. لا، هنا ممكن تزود فوق وتقلل تحت، او العكس، ممكن تتحكم في بوت الكابينه منفصله عن الفريزر. الميزه الرابعه والاخيره في النو فروست ان هي ثلاجه بابين محقونه بالفوم، ولكن مواسيرها خارج الفوم، فاي عطل يمكن اصلاحه. ما فيش حاجه اسمها قميص نو فروست. نعم، اخر ميزه التلاجه نو فروست، الثلاجه بابين محقونه بالفوم ولكن مواسيرها خارج الفوم، فاي عطل في المواسير فك الفريزر المبخر واعمل اللي انت عايزه وركبه تاني. انها ما فيش حاجه اسمها قميص نو فروست، اللي هي كان اكبر مشكله في الثلاجه البابين. دي ميزه كبيره يعني. عيوب النو فروست بقى ان هي اعطالها اكتر من اي ثلاجه تانيه. مصدق كل ما كانت المكونات والاجزاء اكتر، كل ما كانت المشاكل اكتر، مش كده؟ وان هي نوعا ما ساعات بتنشف الاكل، الخضروات والحاجات دي ساعات بتنشف، لان انت عمال تسحب رطوبه، تسحب رطوبه، والرطوبه مهمه للخضروات وما شابه يعني، فده عيب فيها شويه. عشان كده سوري ما سمعتكش، معلش. ما هو ده هو ده.
لا يعني مش تجفيف، يعني هم مقصوده ودي وظيفه، لا دي غصب عنهم جت مضطر يعني، لان تحط زي ما احنا بنقول الخضروات خيار الخس حاجات من دي تلاقيها دبلت بعد، لو طولت تلاقيها دبلت. عشان كده بخبره اللي مش احنا يعني اللي هو ربه المنزل او اللي بيستخدم الثلاجه، ليه يحط الحاجات دي في النفوس بالذات؟ المهم يحطها في كيس بلاستيك مقفوله كويس عشان الحاجه تبرد من غير ما الرطوبه بتاعتها تتسحب. ماشي كلام؟ دي مميزات وعيوب النفط وسط، وسعرها اغلى اذا كان ده عيب يعني، اغلى من تاجر البابين طبعا. نعم. لا انا بتلكك، لا مش عيب، لا بتلكك للثلاجه، بتلكك لها بقول لك، مش لاقي لها عيوب فعاملين ننتش اي عيوب كده. لا يعني عيب يعني مش عيب فني، مش عيب فني لا. طبعا. طبعا طبعا، بس ساعة الشراء يعني السؤال البديهي هو ليه الناس بتشتري بابين لغاية دلوقتي؟ ما تشتروا في وسط طيب، عشان الأغلى. ماشي كلام؟ بس النوف وسط الثلاجة خلاص يعني بقى هي يعني هي الحاضر، مش هقول لك هي المستقبل، هي الحاضر يعني. النهارده ما تحكمش على اللي انت بتشوفه في البيوت، روح لمحل بيبيع ثلاجات وشوف عدد بيع الثلاجات النوف وسط والبابين، هتلاقي هي بيعها اكتر بكتير يعني. ففي المستقبل القريب هتلاقي المنتشر في البيوت هي النفوست. كان زمان اللي بيجيبها الغني بس، فعلا كان اللي بيجيب التاجر النفوست الغني بس، ما كانش في منها الا تاجات مستورده، ما كانش في مصانع مصري بتعملها، فالتاجر المستورده كان سعرها غالي، ما كانش اي حد يقدر يجيبها. فدلوقتي عشان مصانع مصر كلها بتعملها فسعرها اغلى من البابين، ايوه بس اغلى، ما هوش الفرق بقى الضخم بتاع زمان يعني. بالنسبه لدايه التبريد بقى، كباس النفوست هو كباس اي ثلاجه بابين او باب واحد، مفيش حاجه اسمها كباس نفط، يعني هو نفسه كباس العادي. المكثف في النفط، المكثف العادي يا اما شبكه في ظهر الثلاجه، يا اما في الجنبين معزول، يا اما بمروحه جنب الكباس تحت صغير كده بمروحه، ولا ايه؟ بص حضرتك، طالما مفيش شبكه، تمام، طالما مفيش شبكه يبقى حاجه من اتنين، يا اما تبقى الجنبين سخنين يبقى خلاص عرفنا، يا اما تلاقي تحت عند الكباس كده يبقى فيه ظهر بلاستيك تفكيه تلاقي الكباس وجنبيه مكثف صغير قصاده مروحه، يعني في كده وفي كده. ماشي؟ طيب الفلتر والكابيلاري في النوف وسط هم في الثلاجه البابين. المبخر بقى او الفريزر في النوف وسط بيبقى مبخر جبري بمروحه. ماشي؟ زي موجود على السبوره او هنا. مواسير نحاس على شرايح ألمونيوم، وفي بعض الثلاجات بيعملوا كاسترخاص يعني مواسير بتبقى ألمونيوم، مواسير والشرايح ألمونيوم. تمام. التكييف اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، قلنا التكييف السبليت يعني، قلنا في منه نوع حائطي ونوع سقفي، قلنا في تكييفات بتنفع كده وكده العميل بمزاجه ولا تفرق في التبريد، لا هي دي العميل بمزاجه. فنفس الكلام مبخر النوف وسط في مصانع مش كناحيه فنيه، مزاج اللي صمم، بتحط المبخر راسي وفي مصانع تحطه افقي تحت الارضيه بتاعت الفريزر. المبخر كده او كده راسي او افقي، او في الحالتين الهواء بيلف، واسلوب تصميم مش مقصود بيها دي حاجه ودي حاجه يعني، زي التكييف السقفي والتكييف الحائطي كله شغال. تمام؟ ماشي كلام؟ التلاجه في وسط التلاجه بابين بس ما فيهاش مرايه، ما فيهاش مرايه. المرايه بتبرد، المرايه ايه؟ الكابينه بتبرد عن طريق جزء من دايره الهواء زي ما نشوف دلوقتي، انها ما فيهاش مرايه. اذا معنى الكلام ده ان دايره التبريد في النوف وسط ما فيهاش جديد، يعني بص اسهل حاجه في النوف وسط دايره التبريد، ما فيهاش حاجه، يعني ما فيهاش اي فكره، كباس ومكثف يعني الدنيا عاديه خالص، ولما تيجي تشحنها اكنك تشحن ثلاجه باب واحد او بابين، مفيش اي حاجه احتياطيه يعني، حاجه خاصه بيها او ملحوظه بيها او كده. ماشي؟ انما دايره الهواء بقى اهم شويه، المفروض في مروحه قصاد الفريزر، فمثلا قصاد المبخر. العميل لما بيفتح الباب ما بيشوفش المبخر، بيشوف
المروحه او ساعات بعليها وش بلاستيك كمان. المهم يعني المروحه اللي هي واخده الهواء من على المبكر بترميه على الفريزر وترجع تاني من الفتحات تسحبه. بس في ثلاجات عاملين النظام ان الهواء بيطلع ويرجع يتفتح يتسحب من الفتحتين دول. فلقوا ان ده مش حلو مش كويس. انه الهواء ممكن العميل يبقى مالي الفريزر. في عميل بيملى الفريزر. مش كده؟ فالهواء بيخبط في اي حاجه ويرجع تاني. فالتبريد ما يبقاش كويس. انما عملوا ايه؟ بعض الثلاجات يعني عدلوا عملوا ايه؟ خلوا فيه ارضيه بلاستيك للفريزر كده والفتحات من عند الباب من قدام. فبص حاجه كده على السبوره. لما الهواء يتسحب من عند الباب من قدام في تحت ارضيه الارضيه البلاستيك بتاعت الفريزر يبقى ضمن كده ان الهواء هياخد المشوار كامل بحيث يقدر يغطي المأكولات كلها يعني. احسن. مظبوط؟ شكل الاجزاء البلاستيك وشكل المروحه والحاجات دي مالهاش اخر يعني. ما فيش شكل محدد. اللي انا بقول لحضرتك نموذج، انما يعني كل ثلاجه وليها اشكالها. الفكره احنا منها مش الشكل، الفكره ان اي ثلاجه من فوسط مهما كان الشكل مختلف، الفكره واحده ان في مبكر قصاده او فوقيه مروحه بتقلب الهواء كانه تكييف صغير. ماشي. الكابينه بقى بتبرد ازاي؟ ما فيش مرايه. الكابينه بتبرد عن طريق جزء من دايره الهواء. فتلاقي في فتحه في سقف الفريزر، في سقف الكابينه اسف، بين الفريزر والكابينه في فتحه عشان الهواء البارد ينزل. ف الثلاجات القديمه كان يخلي الهواء نازل من فوق من فوق، فبالتالي تلاقي الرف اللي فوق بردته اشد من الرف اللي تحت. في الثلاجات الاحدث عملوا علبه بلاستيك في الدكت او مجرى بلاستيك في الوش كده، بحيث الهواء ينزل من الفتحه اللي من الفريزر على المجرى دي وعند كل رف يوزع بانتظام، ما يبقاش الرف اللي فوق بردته اشد من اللي تحت، يبقى في توزيع منتظم يعني. عشان كده في الثلاجات دي تلاقي انه عمل الرف بلاستيك. قدر بقى ساعتها يعمل رف بلاستيك ليه؟ اي ثلاجه ثانيه بيعتمد على حركه الهواء، يبقى لازم يسيب الرفوف مفتحه. هنا الهواء لكل رف لوحده، مش لازم يتحرك ما بين الرفوف، ففصلهم عن بعض وخلاهم بلاستيك، ما فيش مشكله بقى. مش كده؟ في الثلاجه القديمه دي، الثلاجه دي نوع قديم، عمل بوابه للهواء، يعني الهواء اللي نازل مش نازل على طول، لا ده نازل كده. يعني فتحه الهواء اللي في السقف لو نزل كده، بحيث العميل يقدر يعمل ايه؟ يتحكم في كميه الهواء، وبالتالي يقلل او يزود الهواء اللي نازل على الكابينه. فتخيل كده العميل على السرموستات على درجه عاليه، يعني هياخد تجميد في الفريزر شديد، وفي نفس الوقت عمل كده، يعني هياخد تبريد في الكابينه قليل. لو فرضنا ان العميل عنده فريزر مليان وكابينه فاضيه هيعمل كده. طب العكس، الفريزر الفاضي والكابينه مليانه، يقلل السرموستات على اقل درجه ويفتح اوسع فتحه، فياخد تجميد قليل في الفريزر وتبريد شديد في الكابينه. ماشي الكلام؟ ماشي. بوابه الهواء دي بيقولوا عليها للعميل، يقولوا دي سرموستات الكابينه. والعميل يفضل طول عمره فاكر ان الثلاجه فيها اتنين سرموستات. ايوه، ما هو الفكره ايه بقى؟ الفكره ان احنا عشان انا كفني عشان اقعد افهم العميل واقول له دي ده سرموستات ودي بوابه هواء وكده، العميل ده مش فني عشان اشرح له، مش هديله قدس في الثلاجه. فلقوا ان الحاجه الاسهل عشان العميل يفهم بدون شرح كتير نقول له ان في اتنين سرموستات. السرموستات الكهربي الثلاجه فيها سرموستات واحد طبعا. السرموستات الكهربي ده يسموه سرموستات الفريزر. وبوابه الهواء دي ما يقولوش دي بوابه هواء، يقولوا ده سرموستات الكابينه. فحتى الثلاجه دي كمثال فيها اوكرتين، الصوره غامقه شويه، فيها اوكرتين. لا ما هو اي ثلاجه فيها اوكرتين، قصدي اقول عاملهم زي بعض بالظبط، حتى شكل بعض بالظبط. يعني لو فكيت العلبه دي هتلاقي واحده فيهم سرموستات كهربي والثانيه بوابه هواء، بس من بره الشكل واحد، بس يبقى كاتب عليهم فريزر وكابينه. مش واضحه الكتابه في الصوره، بس هو بيبقى كاتب يعني. في ثلاجات عشان يريح العميل اكتر عملوا حاجه احسن بكتير، خلوا السرموستات نفسه في الفريزر فوق، حطوا السرموستات في الفريزر وخلوا الاوكره بتاعت الهواء بوابه الهواء في الكابينه تحت، بحيث من غير ما يشرح للعميل الموضوع شارح نفسه. اذا العميل فتح لقى اوكره هنا واوكره هنا، يبقى طبعا دي ده بتاعت دي سرموستات الفريزر وده سرموستات
الكابينه. انما احنا فاهمين يعني مفيش حاجه اسمها اتنين سمستات، لا الحقيقه يعني ان هو سمستات كهربي عادي زي اي ثلاجه وبوابه هواء بيسموها سمستات الكابينه. نعم ايوه، ما هي اكرة عادية. اكرة عادية هي، بس 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 حضرتك انت بتحركيها تبقي فاهمة ان دي بوابة هواء بس بتعمل عمل السمستات في الاخر بتتحكم في درجة البرودة. بس تلاقي فيها سمستات واحد واللي بيفصل الكباس هو واحد بس. مكتوب في مصانع بتعمل حاجة هي كلمة تلاجة مقصود بيها الكابينة. كلمة التلاجة مقصود بيها الكابينة. إنما كبت على التانية إيه؟ سمستات إيه؟ الفريزر ولا إيه؟ لا يعني هو أنا بسأل في الكتالوج كاتب على السمستات بتاع التلاجة أي اللي على السمستات التلاجة ده بوابة الهواء. التاني بقى بيسميه إيه؟ سمستات الفريزر. هو ده السمستات الفعلي. بس هو عشان يقول للعميل بطريقة يفهمها قايل له كده. كلمة سمستات الفريزر اللي هو السمستات الكهربي، كلمة سمستات الثلاجة اللي هو سمستات الكابينة يعني اللي هو بوابة الهواء. ماشي؟ في مصانع عاملة حاجة يعني حاجة غريبة جدا وغلط خالص، بس هم حاضرين يعني عاملين إيه؟ عاملين السمستات الكهربي في الكابينة وبوابة الهواء في الفريزر. يعني حاجة غريبة جدا يعني، أكن واحد جاله حول. يعني المفروض السموستات في الفريزر وبوابه الهواء في الكابينه، لا ده هم يعني عاملين العكس. تخيل كده يعني، ما اعرفش اللي صمم ده دماغه عامله ازاي. تخيل ان انت تيجي تشرح للعميل تشاور له على الاقره اللي في الكابينه تقول له دي بتاعه الفريزر، تشاور له على الاقره الفريزر تقول له دي بتاعه الكابينه. يعني حاجه في منتهى الغرابه الحقيقه. بس في مصانع عامله كده بدون ذكر اسماء عشان ما حدش يزعل. ماشي كلام؟ المهم يعني تمام، فيها مشاكل؟ طيب بالنسبه لصرف الميه بيبقى تحت الفريزر في حوض. التلج اما يسيح ويبقى ميه مش هينفع يعوم الفريزر يعني ولا عملناش حاجه، فبيبقى في حوض تجميع سائط تحت الفريزر. يعني تخيل كده الفريزر ماشي عدل كده وتحت المبخر في سقوط، ده حوض التجميع بحيث الميه تتجمع فيه. وبعد كده في ماسوره او خرطوم بينزل الميه على الطبق اللي على الكباس. وطبعا يعني ساعات تبقى الخرطوم او الماسوره باينه، ساعات تبقى ماشيه في العزل ومش باينه الا من تحت. المصنع حر يعني، بس دايما في صرف ميه من الفريزر للطبق اللي على الكباس. في الثلاجه البابين كان صرف الميه ده من المرايه في البابين، انما في النوفلوست صرف الميه المرايه ما فيهاش ميه، صرف الميه من الفريزر. في ثلاجات بقى المايه دي بتنزل على طبق على الكباس، وفي ثلاجات المايه دي بتنزل على درج او حوض كده جنب الكباس تحت، وبيكون حاطط فيه شويه مواسير من المكثف كام لفه كده، بحيث المواسير المكثف دي تبخر المايه. وفي مصانع برضو مش عايزين نقول اسمها عامله حاجه في منتهى قله الذكاء، بلاش الكلمه الثانيه، ان هو عامل المواسير دي حديد. تخيل يعني المصانع ساعات بتعمل حاجات في منتهى الغرابه الحقيقه. يعني حاجة غريبة جدا يعني، اللي بيصمم تحس ان هو دماغه ما سابها في البيت قبل ما يصمم. لا ما اظنش دي وجهة نظر، ما اظنش يعني، اشك. هو عايز يوفر اكتر ما يعني، انا في رأيي يعني ان هو توفير اكتر منه قصده ان التلاجة تبوظ بسرعة. في رأيي يعني. ما دخلتش في ضميره، بس انا اتهيألي كده ان هو دماغه ان هو عايز يوفر، مش حكاية ان التلاجة تبوظ بسرعة وكده. لا ما انا اظن ان مش دي، اظن ان هو وجهة نظره اكتر ان هو عايز يوفر تكلفة التصنيع. فالمهم يعني بغض النظر عن اللي في دماغه، المهم ان مواسير الحديد في الميه طبعا مدهونه وكل حاجه، بس لا طبعا كلام فاضي، بتصدي. ف حتى لو واضح، ما هي المصيبه ان انت بتتكلم عن انه حاجه في الميه يعني هتصدي يعني، ممكن تتاخر سنه تاخد، بس في الاخر انت واثق من النتيجه دي، اكيد في يوم لا ما هتصدي. حاجه في منتهى اللي مش ذكاء. عايزني فيها مشاكل؟ طيب فاكين الكوع ده فايدته ايه؟ مش دايما يبقى باين يعني، بس هو موجود اهو، التجديد الريازي. فالميه بتحجز في الكوع ده بحيث الهواء
ما يصدلبش. ساعات بيبقى عامل كده يعني. ماشي؟